منذ خرق المحتل المغربي لقرار وقف إطلاق النار، استأنف جيش التحرير الشعبي الصحراوي كفاحه المسلح، وعلى عهد الشهداء ها هو اليوم يواصل درب الكفاح وكله جاهزية وشعار حزم وإصرار حتى تحقيق النصر والاستقلال. تزامن صدى الملاحم البطولية في جبهات القتال مع إنجازات ومكاسب على الواجهة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والخدماتية، في ظل بناء مؤسسات الدولة الصحراوية واحتلال مكانتها الدولية بما في ذلك كعضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي. تعود هذه الذكرى التاريخية ومعها جاء التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ومن ثم المطالبة بتطبيق مخطط التسوية الأممية وتمكين بعثة المينورسو من أداء دورها ومواجهة الانتهاكات المستمرة للمحتل المغربي. ونحن نحذر من جديد من تبعات سياسة التوسع والعدوان التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي، بما في ذلك دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجماعات الإرهابية ونشر المخدرات على أوسع نطاق، وتمرير أجندات قوى توسعية استعمارية معروفة، وخلق أسباب التوتر ولا استقرار في المنطقة. 13 نوفمبر 2020، إن انتشق المقاتلين بنادقهم وبدأوا في دك معاقل وحصون الاحتلال. نحن هنا من أجل تغطية إعلامية، قدمنا من إيرلندا، سننجز وثائقيا حول حملة تضامنية دولية مع الشعب الصحراوي. في ظل عودة الكفاح المسلح وزيارة هذه الوفود الدبلوماسية لهنا لمخيمات اللاجئين الصحراويين، هو دعم للقضية الصحراوية العادلة. من مخيمات اللاجئين الصحراويين، بعثة التلفزيون الجزائري، فاطمة الزهراء بن فرجلة.